احنا قدام صدمة كبيرة جدا من خلال اللي بيحصل حوالينا، لكن عايزة ارجع تاني ردا للتصريحات اللي حصلت امبارح في المؤتمر او بيان اللي عمله اللواء عادل عمارة. احنا عندنا قوانين بتحمي الرأي وبتحمي الصحفيين من اي ضغط ممكن يحصل من اي نظام قائم. في قواعد المهنة، لكن الحقيقة لو اتكلمنا في القوانين، لو استخدموا ترسانة القوانين موجودة مش هنتنفس لا انا ولا حضرتك. يعني في الايام اللي فاتت دي حصل انه يعني اصيب صحفيين كتير اللي حصل قوي. حتى الآن، يعني شوفي تصوري بعد الثورة عشان بس مشاهدينا الكرام يبقوا واخدين بالهم، بعد الثورة دي ما زلنا نحتفظ، ما زال موجود ترسانة من القوانين لو استخدموها بقول لك مش هنتنفس. مش يعني ما فهي دي ثورة قامت علشان نزيل كل هذا الركام، نزيل كل هذه القيود، ويبقى من حق الناس انها تعبر بطريقة سلمية، ومن حق اللي ما هو اللي حرية الصحافة دي مش حرية الصحفيين، دي حرية، دي حق الشعب في صحافة حرة تبقى هي عينه اللي بتقدم له الحقائق مش الأكاذيب. طب حضرتك اللي عايزها سيادة اللي هو عادل استند إلى أكاذيب، أكاذيب، إلى أشياء ملفقة، بينما كان يستطيع إنه يقول باسم المجلس الاعلى للقوات المسلحه هناك اخطاء وسنتصدى ليها وكذا وكذا. أي. كان كل على الاقل 80% من اسباب الازمه الحاليه كانت انخفضت والتوتر انخفض. هناك بعض الصحفيين اصيبوا الفتره اللي فاتت دي، طبعا. هل نقابه الصحفيين اتخذت اي اجراءات تجاه هذه الاصابات اللي جرت اتخذنا اللي نقدر بالصحفيين؟ عليه، استخدمنا القانون، رحنا قابلنا النائب العام وقدمنا شكوى وبيتحقق، المفروض بيقولوا انه بيتحقق فيه، بس طبعا زي كل التحيات اللي في لا تنتهي، لا نرى ليها اي نتيجه. مفيش نتيجه. يعني كان في زميل انا لسه شايفه دلوقتي وهو خارج، ويبدو كان هنا في فقره عندكم، ده كان معانا واحنا بنقدم، اللي اصيب في عينه وهو بيؤدي واجبه، استاذ احمد بيؤدي واجبه، ده غير بقى في الكارثة الأخرى الأخلاقية لزميل لينا في اسكندرية كان بيغطي مظاهرة أو بيغطي حاجة من مظاهرة قبل الانتخابات على طول، واقف واضح إنه طبعا بيغطي، طبعا عليه هو مجموعة من الزملاء صحفيين بيبقوا مع بعض كده جنب بعض وهم بيغطوا حدث أو حاجة، اتقبض عليهم رغم انهم طلعوا قرنين وعوملوا وبالفاظ من احط ما يمكن، وراحوا مديريه الامن، يعني مش حتى في اسم ولا بتاع نقول متداري ده، في مديريه الامن. هذا الشاب الصحفي، يعني لو اقول للمشاهدين ما الذي حدث له، يعني شيء يعني فعلا مؤسف جدا، مش مؤسف فعلا، الواحد ممكن يعني يذهب عقله لما يبقى هذا الشاب وهو مريض بمرض خطير ومعاه الدواء بتاع مرضه، مريض بالسرطان، يجبروه انه يقلع، وقلعوه كل هدومه ويبقى عاريا لمدة 5 أو 6 ساعات، وده مع الضرب والإهانة وأحط الشتائم وأقزع الشتائم، ويطلب انه ياخد الدواء لان جه معاده فيمنعون من دواء السرطان. هل انا عايز اعرف، هل هؤلاء ده بشر؟ إيه ده؟ هل هؤلاء مصريين؟ لا اكيد لا. هل الذي يفعل هذا ثم لا يحاسب؟ ممكن وارد جدا يبقى في واحد مجنون او ما أو, أو, او او يعني مشوه نفسيا عايز يروح مصحه نفسيه، مش يشتغل في 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 جهاز امن منضبط مثلا. طب يبقى موجود ده اللي لازم يتحاسب عشان يبقى عبرة، عشان يبقى عبرة لمن تسول له نفسه أن يرتكب هذه الجرائم البشعة. مريض يروح يتعالج، مش مكانه أنه يبقى في جهاز أمن بيحمي أمن الشعب لكن يهين. هو احنا ليه ما بنتعلمش من أخطائنا يا أستاذ جمال؟ أنا مش عارف. هو احنا ليه ما بنتعلمش من أخطائنا؟ هي دي الكارثة الحقيقية، أننا ندار الآن كأنه كان شيئا لم يحدث، كاين شيء ليه كل حاجه بتتكرر، كل حاجه بتتكرر، وبعدين يقول وبعدين يرجع يبقى اللوم على الناس ويبقى اللوم على الشباب ويبقى اللوم. امال اللي بيحكم ده بيعمل ايه؟ هو اللي بيحكم ده شغلته يتمارس؟ يعني اخترعوا الحكومات ليه؟ مش عشان تدير الامور حتى يقولوا عليها كده تسوس حياه الناس، مش تتصرف زيها زي اي بلطجي في الشارع. يعني حتى
انا عايز افترض ان في ما فيش اصلا ما كانش في اخطاء، لكن هفترض ان في خطا، كيف تتعامل معه؟ تتعامل معه زي البلطجي اللي في الشارع، خلاص بقيت زيه، بقيت انت هو بلطجي، لكن تتعامل معاه بهيبه الدوله بالقانون وبما يناسبه من اجراءات. مش مشكله قد كده تحولها كارثه وطنيه، نفقد المجمع العلمي لل... طبعا كارثه، طبعا نفسي كارثه. وشفت كان النار مولعه ويقدروا يجيبوا بلاش المتظاهرين، ده احنا قعدنا ساعات بنتفرج على النار المتولعه. لا الكارثه في ايه ده؟ كم الكارثه تثير الشكوك في انه لا كان مقصود هذا، كان مقصودا. استاذ جمال هو فعلا يقال انه قبلها ب 24 ساعه اتقال لهم ان هم هيحرقوا المجمع العلمي، وبالفعل وصلهم المعلومه دي فعلا. وبعدين مين اللي دخل؟ ايوه طيب. وبعدين مين اللي دخل اللي طيب انت بتقول الشباب اللي على الارض دول بيحدفوا بطوب وبيعملوا مش عارف ايه، طب اللي احنا شايفينه بعينينا على التلفزيون الرسمي، مش التلفزيونات التانيه ولا برنامجكم، لكن على التلفزيون العادي الرسمي نيل الاخبار وغيرها، شايفين بعينينا فوق المباني بتاعت مجلس الشعب والمبنى ده مبنى المجمع العلمي، هذه كارثه انسانيه مش بس مصريه، انسانيه. واقفين من فوق، يعني انتوا بتحموا بتقولوا ان احنا بنحمي المبنى ده، وقاعدين جوه المبنى بنحميه والمتظاهرين المجرمين عايزين يقتحموه. طب سامحين بقى الشرفاء دول اللي قاعدين بيحدفوا من فوق بيكسروا الحمامات بتاعت مجلس الشعب اللي هي الاموال العامه اللي هم بيحموها، ثروات الشعب، بيكسروها ويجيبوا السيراميك او السيراميك والاشياء ويحدفوه على المتظاهرين. أيوه. ويضربوا عليهم نار خرطوش ويحدفوهم بال 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 واحنا شايفين ده بعينينا، ده حاجه يعني على الهواء مباشره. من انا عايز اقول مش عارف ليه اللواء عادل ما جابش الافلام اللي عرضها النيل الاخبار امبارح. وزيعت بعض الفيديوهات من خلال تغطيات تلفزيونيه لبعض الاطفال اللي اتخذوهم ادانه للمتظاهرين. انا عايز اقول لحضرتك ان انا كنت موجود بعد الحريق، والشباب بيطلع بيحاول ينقذ الكتب، هما برضو فوق البتاع بيحدفونا، وانا شاركت معاه، وانا وصديق عزيز جدا لاننا كنا هنموت، بنشيل البتاع بنطلع كل واحد بيشيل اللي يقدر عليه وبنطلعه. في مواطن عظيم انا مش عارف اسمه للاسف الشديد، لان وقتها بس كل اللي اعرفه انه موظف بسيط في وزاره الزراعه، هو اللي كان جمع كومه كتب، دخل والنار شغاله، احنا رحنا يمكن بعد ما النار هديت شويه والنار شغاله، جمع قعد يشيل جمع ويحطهم في كومهم في الحوش اللي قدام المبنى. فاحنا والشباب عاملين كاردون كده لغايه القوه الجيش اللي موجوده في المنطقه، كاردون من اول البوابه لغايه البتاع عشان يحميهم، بينما من فوق الشرفاء المجرمين الشرفاء دول من فوق بيحدفونا بالطوب وبكسر الرخام وبيضربوا خرطوش وبالمولوتوف فوق دماغنا، وفي اتصابوا وانتوا بتنقذوا اللي بيحصل، واحنا بننقذ الكتب. مش احنا الحقيقه يعني مجموعه من الشباب وحضرتك مجموعه الشباب مصريين. طبعا الشباب دول كانوا مش شايفين ان انا عيب عليهم، لانه قالوا لي يا حاج تعالى كده شويه وبتاع، وما سيبنا احنا نتصرف، عصوم خايفين عليا يعني. ايوه طيب استاذ جمال، دلوقتي في 40 من نواب الشعب المنتخبين حاليا عملوا اعتصام امام دار القضاء علشان يعني محاوله لفض الاشتباكات. بعضهم الشرفاء، لا بعتولهم الشرفاء البلطجيه الشرفاء. طيب ايه راي حضرتك في المبادره دي، وهل حضرتك شايف ان هل ممكن يكون ليها اي نتيجه ولا ايه اللي بيحصل؟ لا هو يعني كلنا لازم نتحرك، كلنا لازم نضع حد لهذه الكارثه، هذه كارثه وطنيه، حتى هذه اللحظه يسقط شهداء ويسقط جرحى، ده غير الخراب والتخريب. بس هو مين المسؤول؟ في بقى في نزعه، وانا لازم يعني اعتب على اهلنا وعلى شعبنا، اتعودنا بصراحه، هقول بصراحه، قول، ننافق اي حد بيحكم، وعندنا استعداد نصدقه ونكدب عينينا. لسه عندنا لا ما ينفعش كده بقى، ما ينفعش ونقعد نقول ايوه هم بس انا متخيل ان ده كان باين من بدايه الثوره يا استاذ جمال. ليه؟ لانه الحقيقه انه المنافقين او المتحولون زي ما اتقال عليهم
هم نفس الناس اللي كانوا بينافقوا النظام السابق، هم نفس الناس اللي انا بتكلم على مواطنينا واهلنا العادي. ان هم اعتادوا على السياسه انت دي، انت اتعود مش معقول. طب سريعا الطريقه دي اللي ودتنا في داهيه، عايزين نطلع لقدام. سريعا استاذ جمال ككاتب وكصحفي، لان هو ده اللي بيساعد. يعني انا هي المشكله ايه؟ ان اي حد بيحكم لما ما هو اللي يعني اما الاقي نفاق ما تنافقش ليه؟ لكن فانا بساعده انه بصنع منه طاغيه، لكن لو انا عندي روح نقديه واحكم عقلي بقولك بيتكذب عينينا شايفه ونقول اي حاجه بقى. هو ايه اللي وداهم هناك؟ الله كاتب وكاتب يعني اللي وداهم هناك زي اللي ودى قدام البرلمان البريطاني، ما حدش بيقول لهم ايه اللي وداكوا هناك. المهم يبقى ملتزم بالسلميه، ما التزمش بالسلميه في وسائل اخرى تواجهه بيها، مش من بينها انك تقتله ولا انك تعري بناته وتنتهكوا اعراضهم في الشارع. مش معقول يعني نخوة، انا عايز نخوة، شعور بالنخوة، نرجع عندنا شعور بالنخوة ونغضب كده، نغضب الغضب الراقي ونقول هذا لا يصح ولابد ان يحاكم الذي ارتكب هذه الجريمة. استاذي لكن نقعد نبرر دي واحدة بس، عايز اقول لحضرتك حاجة، تحليل بجد محتاجين لتحليل، على الاقل كده نقعد نفكر مع بعض بالمنطق. حضرتك ككاتب وكصحفي كبير، سريعا كده تقولي تحليلك للاحداث اللي متصارعه من يوم الجمعه اللي فاتت لحد النهارده الصبح. هل تصدقي ان انا ما عنديش اي تحليل؟ والله اقول ايه ممكن يعني اصدق حضرتك عبس طبعا. فعلا عبس حضرتك. عبس يعني مجموعه من الشباب كنا بنقنعهم بانهم يا شباب يلا ما فيش داعي، خلينا نفضل الاعتصام، واقتنعوا فعلا اقتنعوا. نقوم نعمل فيهم هذه الكارثه، فنستدعي فيغضب ويثور عدد كبير من الشباب، مش كلهم واعيين ومش كلهم وبيلحابل بالنابل، والطرف اللهو الخافي ده اللي هم بيقولوا لنا عليه الطرف الثالث يجي. وبعدين طول هل في حد يبقى قاعد في الحكم ومعاه كل هذه الاجهزه ويقعد يكلمنا طول عمره عن الطرف الثالث من غير ما يقول لنا هو فين؟ طب ما انت بتشتغل ايه لما انت ما انتش عارف تجيبه؟ طيب احنا هنجيبه احنا. طب امال انت قاعد في الحكم بتعمل ايه؟ ما انت عندك الامكانيات. المواطن البسيط الغلبان هو اللي هيروح يجيب لك الطرف الثالث ده اذا كان موجود. وبعدين ما احنا سمعناه مليون مره. طب مش قرينا قبل كده وفي الاهرام اهو بقول، يعني مش في الجرايد اللي هي الوحش بتاعه الحاجات اللي بتسير الفتن، الجرايد الاهرام بتاعه الحكومه بتاعه الدوله مش جابت لنا قصه طويله عريضه، واللي راحوا الشباب اللي اتاخدوا البلطجيه اللي دفع لهم كل واحد 7000 جنيه و10000 جنيه وراحوا عند واحد خدوهم في عربيه ما عربيات نقلوهم عاشوهم عشا مش عارفين العيال دول يقولوا اسمه لانه فاخر قوي، حاجات فاخره قوي غالبا طبعا لحمه، هم ما يعرفوش اسم اللحمه العيال الغلابه دول، وكل واحد فيهم خد 7000 جنيه واللي خد 10000 جنيه. طب فين الراجل ده؟ طب فين الموضوع؟ ولا كلمه سمعناها، مش عارفين هو مين، مش عارفين هو حدش كلمنا تاني في الموضوع. هم بيقولوه بمناسبه حاجه وخلاص. مش معقول كده، مش معقول. أنا في بلد، في مصير وطن ومصير بلد، مش معقول تدار بهذا اللي هو عادل استنكر حكايه ان احنا كيف تدار، فقال وانا بسال امال انتوا عايزين تدور هذا؟ طب واحده جاي حضرتك جايلنا تقول لنا اسئله ولا تجاوب لنا على الاسئله اللي عندنا؟ ده مؤتمر صحفي صحيح، انت جبت ناس تسقف لك في مؤتمر صحفي، ودي شيء غريب عجيب ان المؤتمر الصحفي يبقى فيه ناس بتسقف دي يعني مجلس الشعب بقى فاكرين انتوا طبعا المجلس الشعبي المزور ده كان بيجي يعمل ايه؟ هو انا رايي الحل الان وقف العنف فورا، تقديم المسؤولين عن الـ الـ عن عن هذا العنف وعن هذه الجرائم، بناتنا اللي تعروا وشهدائنا اللي ماتوا واللي حدفوا بتاعه واللي بدأ بتفجير الأحداث من البداية ودمر وعجن هذا الشاب، كل دول يقدم باعتذار واضح وتقديمهم للمحاكمة ونبدأ من جديد نشوف الأمور نوقف بس مستوى الكوارث الحاصل حتى هذه اللحظة. استاذ جمال انا هختم بكلمة حضرتك قلتها، لما الجهات المعنية مش عارفة تجيب الجاني امال احنا اللي هنجيبه؟ بكده تكون خلصت فقرتنا مع الاستاذ جمال، بشكرك جدا على وجودك، نورتنا النهارده يا استاذ جمال. حقيقة جمال على حضرتك سعيد. نروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقرتنا في نهارك سعيد، خليكم معانا.